زي ما بقولك كده لازم تحسم امورك معايا. هتخش شريك في الصفقة دي ولا لأ؟ يعني هو لازم اقولك دلوقتي حالا هعمل ايه؟ الله، انت هتقعد تحسب لي فيها سنة؟ ما انا قايل لك يا شريف على الموضوع ده بقالي اكتر من اسبوع، وبعدين انا خلاص يا حبيبي مضيت عقود المناجم دي، ومن بكره هبدا اجراءات التسجيل وهدفع فلوس، يبقى لو هتخش شريك هتدفع فلوس زيي. جرايه معتز، انت فاكرني خايف احط فلوس؟ ما انا شريكك في البيزنس بتاعك كله يا اخي، وده جديد يعني؟ ايه الموضوع بقى؟ بصراحه انا قلقان من فاضل، خصوصا بعد اللي سمعته من سمير ويليام، وبعدين شايفك داخل معاه بقلب جامد قوي، عشان كان زميلك في المدرسه؟ يا عم احنا مالنا امال فاضل؟ هو داخل معانا شريك في حاجه؟ ده بيورينا السكه وبس. افرض فاضل ده يا عم طلع دسيسة، طلع ان الثورة حطهولنا علشان يكشفونا، طلع مافيا، طلع بلازرق، احنا خسرانين ايه؟ نعم خسرانين ايه؟ افرض بقى فاضل ده طلع جهة سيادية وبيلعب علينا عشان يوقعنا، وما هو صاحبك كمان. والله العظيم انت لزة، انت فاهم انت بتقول ايه يا جدع؟ انت جهاز انت عايز تفهمني يعني ان الجهة السيادية حطلنا فاضل ده عشان يفتح لنا سكك للنصب والتزوير، فنقوم لما نعمل كده يقبضوا علينا؟ يعني ما كانوش يعرفوا النصب والتزوير اللي بنعمله زمان؟ يا جدع انت افرض الكلام ده كله صح، ماشي يا عم، الجهة السيادية يعني هتغلب معانا، هيعملوا ايه؟ هيبلغوا النيابة. طب ما انا قايل لك 100 مرة كده ولا كده هيبلغوا عننا، وكده ولا كده هنفك من البلد. ده ايه الشجاعة والإقدام اللي انت فيها دي يا أخي؟ يعني انت مش قلقان ان فاضل يطلع اي حاجه من دول؟ يا ساتر، وانت كاشف فلوسك كده كلها قدامه؟ يا عم انا مالي وماله، هو مشاركني في حاجه ولا واخد مني فلوس ولا داخل في حساباتي؟ ده بالعكس، ده ساعات هو اللي بيدفع محبه حد. طب اسمع بصراحه بقى، انا قلقان من ساعه ما سمعت حكايته مع الدكتور عمر الله يرحمه. كان في حاجه خلت الدكتور عمر قلقان ومتوتر قبل الحادثه بيوم. يا عم ابوس ايدك بقى اقول كلام معقول، احنا مالنا ومال فاضل ومال الدكتور عمر الله يرحمه؟ يا جدع انت قول كلام يعقل، افهمني، احنا دلوقتي صحاب مناجم ذهب، شارين المناجم دي ومحدش بيشاركنا فيها، هننزل زي الشطار كده في السوق ونبيعها من غير ما حد لا يتدخل لا في البيع ولا في الشراء، هتدخل بقى انت شريك ولا لا؟ هي الشركه دي بكام؟ يعني السبائك مكلفان لغايه دلوقتي من 6 ل 7 مليون، في مليون ونص اكراميات، يعني قول الحسبه 8 مليون. بسيطه. معتز، هتسيبني لحد بكره افكر. ماشي يا عم هسيبك، بس انا عايزك تعرف حاجه كويسه قوي، الاستثمار ده استثمار على كبير قوي قوي قوي، ها؟ هنحط جنيه هناخدهم 1000 جنيه، هنحط 8 مليون هناخدهم 8 مليار. تصبح على خير. طيب لغايه كده كويس قوي، بس احنا محتاجين ناخد خطوه تانيه لقدام. طيب احنا كده هيبقى عندنا اننا نحدد الاشخاص الاساسيين، نعمل تعاقدات بتاعتهم، الادارات اللي احنا هنقومها، عايزين نواه صغيره لجهاز اداري، مكان، هياكل للاداره، كده العجله هتمشي لقدام، الورق هيبقى يبتدي ينطق ويبقى له معنى، واحنا ماشيين هنعدل خطوه بخطوه. عندك حق. عموما انا عندي ميعاد مع الاستاذ محمود الطويل المحامي بعد قعدتنا ديت علشان اشوف عمل ايه في العقود والاجراءات. ازاي يا شهير بيه؟ سعادتك كنت قلت لي على التليفون ان في مشاكل في التمويل. يعني ما تقدرش تقول ان في مشاكل كبيره، تقدر تقول ان في شويه صعوبات. انتوا طبعا عارفين الناس اللي معاهم فلوس في البلد دلوقتي بيفكروا ازاي، بس ما تقلقوش، المشروع ده هعمله، يعني هعمله حتى لو عملته لوحدي. طبعا هو مش احسن حل ان المحطه تبقى ملك الواحد بس، سنعمل ايه؟ هو ده الحل اللي قدامنا لحد ما نشوف غيره. على العموم سعادتك مش تبقى لوحدك، انا زي ما قلت لك انا اتفقت مع ماما وشروات ان احنا ندخل كعيله باي شير مطلوب، حتى ممكن اكلم شروات تتفق مع حضرتك والاستاذ المحامي على كل حاجه. عظيم، كويس قوي. يبقى انا وانتوا هنبقى اساسيين، وبرضه هدور على ممولين تانيين لحد ما نشوف، لو ما لقيناش هنشوف بعدين هنعمل ايه. يا فاضل بيه مالك في حاجة؟ معلش يا فندم، حضرتك عارف أنا بحب أبقى صريح ودغري، فبعد إذنك يعني أنا عندي رأي وكنت قلته لكريم وسلمى، ده مشروع كبير ومجازفاته كبيرة وخطره كبيرة، لازم يكون فيه مستثمرين بره مصر، أنا عارف إن ده صعب بس غالبا هو ده الاختيار الصح. أنت عندك حق. عموما انا بدور في كل السكك وما تقلقوش من المساله دي. شهير بيه، استاذ محمود الطويل منتظر حضرتك بره. خليه يستناني، انا جاي له على طول. حاضر. طيب
انا هخلص بقيه الاجراءات اللي ناقصه وبعدين هتصل بيكم. تمام يا باشا. اتفضلوا. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. فاضل بيه؟ تحت امرك. الهيكل الاداري بقى هيبقى مسؤوليتك انت. تحت امرك. اعتبره حصل يعني. استاذ محمود. اهلا اهلا يا باشا. ازي صحتك؟ ازيك انت؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازي حضراتكم؟ طب احنا هنستاذن عشان اتكلم معاه شويه. كريم ما تنساش تخلي مدام شروت تصل بيا. حاضر يا باشا. عن اذنكم. اتفضل. عن اذنكم. اتفضل يا باشا. طب نستاذن احنا كمان؟ اتفضل. باي باي. قول لي وراك ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. يعني ممكن اقابلك كمان ساعه؟ طبعا جدا. طيب انا هجهز واكلمك. ما تاخريش. ماشي بقى. بص بقى يا كريم، مهما حصل ما كانش ينفع تضربها بالقلم. انا كنت في نص هدومي من الست. طب انتوا عايزين ايه مني دلوقتي؟ تعتذر لها؟ نعم اعتذر لها. هو من امتى كريم البيلي بيعتذر؟ ما هو كمان مش اصول ان مرات كريم البيلي تضرب بالقلم. يا حبيبي ده احنا عشان عيله كبيره ونفهم في الاصول، ما يصحش مرات ابننا تتهان بالشكل ده قصادنا. مبدئيا هي لا تهانت ولا تهزقت، واحده جوزها بيعلمها الادب وده حقه شرعا وقانونا، فمفيش اي حد من حقه انه يتدخل. طب بس بس اسمع مني المفيد، انت لو ما اعتذرتش معيار هتسافر مع امتها مصر ومحدش فينا ابدا هيقدر يرجعها. وكمان الخبر ده لو اتعرف، وسهل جدا ان هو يتعرف، هيتمسح بيك الارض على الفيسبوك في الايام الجايه. بعدين ما تنساش يا حبيبي ان انت خلاص بقى اسمك من الفلول. ترجع ايه شروات مصر؟ هو مزاجها؟ بص بقى هي شرطه كده، يا اما تعتذر لها يا اما هترجع مع مامتها النهارده. هو من امتى واحده زي الهانم ولا مامتها بيتشرطوا علينا؟ تفضل قاعده ورجليها فوق رقبتها لحد ما اسمح لها انا انها ترجع من الصف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ جايب الغرور ده منين؟ طالع لمين انت؟ انت عايزه نجيب لها كرباج ونحبسها في اوضه الحريم؟ بعدين انت ليه مش واخد بالك ان البلد الوضع فيها اتغير وان احنا بنات زي الاول؟ وحتى لو كنا زي زمان احنا من امتى بنضرب بناتنا ولا بنحبسهم؟ هو بسبب ظروف البلد عايزينها تكسر عيني؟ تكسر عينك ده ايه؟ ايه الكلام البلدي ده؟ مراتك وعايزاك تعتذر لها عشان ضربتها بالقلم قدام الناس، يبقى فين تكسر عينك؟ بقولك ايه يا كريم؟ ارحم نفسك وارحمنا احنا كمان من الفضايح اللي ملهاش لزوم، وما تنساش يا حبيبي ان احنا دلوقتي قاعدين في البلد دي على كف عفريت، فما تزودهاش اكتر من كده. يلا يا ابني دي حاجه هتكبرك في عينها مش هتصغرك، وهتخليها تقدرك وتحترمك. لا يا ماما. يلا قوم قوم اسمع كلام اخت. قوم يلا قوم، انا خايفه على مصلحتك. طب ما يلا. وبعدين معاك يا ميار بقى، احنا مش قلنا نخلص من الموضوع ده؟ انا ما لحقتش استريح، يا دوب رحت الاوتيل جبتيني على ملا وشي تاني. يعني اعمل ايه يا ماما؟ يعني تستهدي بقى بالله كده وتخزي الشيطان. اهم جايين اهم كلهم، اهدي انت بس كده وبلاش توتر. حاضر. معلش يا طنط سيبناكم مع بعض كده شويه. لا ابدا يا حبيبتي، على الله بس يكون بفايده. يا شيرين هانم احنا اهل طبعا ومفيش بينا زعل، وادي كريم اهو جاي يعتذر لك انت وميار على اللي حصل. لا 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 انا مش عايزه اعتذارات منه خالص، بس هو يعتذر لمراته. انا اسف. اوكي الحمد لله. خلاص بقى فكوا انتوا الاثنين وروقوا، عايزين نقعد مع شيرين هانم كده في موت حلو. وحياه بناتي يا سعديه هانم، انا كان نفسي اقضي معاكي وقت اطول من كده، على الاقل اسمع نصايحك ونشوف ايه هنعمل ايه مع اللي حاصل في البلد ده دلوقتي. بس للاسف مش هينفع لاني لازم ارجع في طياره الفجر ومش هينفع اطول اكتر من كده. لا يا طنط طبعا مش هتسافري لما تتعشي معانا النهارده، على الاقل نفك شويه جو التوتر والعصبيه بتاع النهارده، مش كده ولا ايه؟ ربنا يهدي النفوس ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله. يلا روق بقى. كريم اضحك بقى. ميار ايه؟ ايوه خلاص يا ميار، خلاص يا حبيبتي. انا جهزت لسعادتك التقرير، اتفضل. خلينا دلوقتي في شغل المحطه. انا جهزت العقود وكلموني من مصر تقريبا، خلصوا كل الاجراءات مع مايلسات، اللي فاضل نحدد الشركة ونمضي العقود. طيب يبقى نستنى يومين لحد ما نشوف موضوع التمويل ده. التقرير ده فيه كل حاجه بالنسبه لشركات الفنادق بس. مفهوم. على فكره كان في حاجه كنت عايز اقول لحضرتك عليها بس كنت متردد، بس بتهيألي لازم اقول لك. خير؟ بتهيألي سامح بيه بيلعب شويه مره ضحك. بيلعب ازاي؟ بيسمسر يعني؟ لا لا مفيش لعبه في الحسابات، او جايز انا مش عارف، دي محتاجه محاسب، لكن بيتهيألي بيعمل بيزنس لنفسه في عقود شركات السياحه، عشان كده مرضيش يوريها لي ابدا.
عموما انا كنت حاسس ان في حاجه زي دي بتحصل. انا رايي بعد اذن سعادتك لو هو بيعمل بيزنس لنفسه في الدره مفيش مشكله، لكن لو الموضوع اتفضح والمساهمين عرفوا هتبقى مشكله. لا لا لا، لو المساهمين هيعرفوا منين؟ وبعدين هو كمان ما يعرفش يعمل اكتر من كده، هو ما بيعملش حاجه جد، طول عمره لعبي ومتهور. حسام اخوه بقى هو اللي جد وبتاع شغل، عشان كده انا مسكته شركه البترول وحمسكه محطه التلفزيون، وخلي سامح بقى يلعب في الحاجات الخفيفه كده. بقى يبقى سعادتك تسمح لي استاذن وارجع مصر. ارجع يا راجل. الله، مش لسه في عقود المحطه؟ وبعدين قلت لك ان انا عايز اعدل في الوصيه. اه بس انت ما قلتليش حاجه على الموضوع ده خالص. شوف يا سيدي، احنا هننقل كل الاستثمارات والارصده لمحطه التلفزيون، ودي ما فيش عنها اي سيره في الوصيه القديمه. وكمان انت لفتت نظر لحاجه مهمه، انا عايز الوصيه تنص ان سامح يبقى تحت وصيه عمته وبناتها، وما يقدرش يتصرف في اي استثمارات من اللي تحت ادارته الا بعد الرجوع ليها. طيب ومحطه التلفزيون؟ محطه التلفزيون هتبقى النسب زي ما احنا كنا حاطينها في الوصيه القديمه لكل الناس اللي في العيله من غير اي تغيير. بس انا كان متهيألي ان المدامه هيبقى لها حصه في محطه التلفزيون. يا راجل، واحنا من امتى كنا بنحط نسبه لاي مدام من المدامات اللي قبل كده في الوصيه؟ بص يا متر، اذا كانت المدام لسه موجوده ساعه ما يجي القضاء تبقى تاخد نسبه من السيوله، انما الاصول والاستثمارات لازم تفضل في العيله. مفهوم يا باشا. استاذي انا عارف الكلام اللي انت بتقوله ده، بس الشيخ سالم على وصول، لو سمحت حاول. هنحاول. حاضر. صباح النور يا فندم. في مشكله ولا ايه؟ الفاكس ده وصل الساعه 8 الصبح النهارده، وبعدين الاستاذ جاي علشان ياكد الحجز. ده انا مش فاهم، يعني هو في حجز معمول ولا لسه هيعمل حجز؟ الفاكس اول حاجه وبعدين الاستاذ. معلش ما تعرفتش بحضرتك؟ يوسف فريد يا فندم من شركه اف جي سي. احنا الوكيل التجاري في مصر لمؤسسه العبيد الكويتيه، وانا لسه واصل بالطياره حالا من القاهره. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. انا عارف ان احنا طالبين الحجز متاخر، لكن الحقيقه الشيخ سالم كان عنده مؤتمر في مدريد وتاجل، وقرر فجاه ان يجي مارينا الغردقه النهارده الساعه 4 العصر بطيارته. هو ينورنا طبعا، بس هي الفكره ان انا هجهز الحاجات دي امتى حضرتك؟ طالب جناح خاص للشيخ سالم وسبع غرف للمرافقين، احنا عندنا حاجه فاضيه هنا؟ ممكن يا فندم، المبنى الشرقي فاضي كله، ممكن نحجزه لهم كله على بعض. طب خلاص مفيش مشكله، نعمل اعمله كده مفيش مشكله، بس هي الفكره بيقول لك لسه هيوصل الساعه 4، لازم كل حاجه تبقى جاهزه. اه طبعا ان شاء الله يا فندم. مفيش مشكله يا استاذ يوسف، تحت امرك، اعمل لك الحجز. متشكر قوي، متشكر قوي يا فندم، متشكر قوي. ممكن طلب تاني؟ اتفضل. كنت عايز تليفون وعنوان اسره المرحوم محمود البالي، لان الشيخ سالم ناوي يزوره. تحت امرك. لو سمحت هاتي رقم فيلا محمود بالبي. اتفضلي. متشكر قوي، متشكر قوي. اخر طلب. تحت امر حضرتك. ممكن استخدم التليفون؟ قوي قوي. اتفضل. متشكر قوي يا فندم، متشكر. صباح الخير. صباح النور يا عم. تشوف لنا صرفه في موضوع البورصه الهباب دي؟ عايز اشوف لك في ايه. كانوا قايلين ان هم يمكن يفتحوها النهارده، برضه فضلوا قافلينها. طب وانت عايزها تفتح ليه؟ انا لا عايزها تفتح ولا تتهبد، احنا ناقصين خراب بيوت. كويس ان هم قافلينها، انا بس عايز افهم اللي بيحصل. وانت فكرك عشان ما بتفتحش ده يحمي اسعار الاسهم؟ الاسهم خلاص كده كده اتخسف بيها الارض. طب يا عم يدونا فرصه بس عشان ندبر حالنا، ولا الخساره هتبقى من كل ناحيه. المهم احنا بقينا الصبح اهو، شاورت عقلك ولا لسه بتفكر؟ لا يا سيدي، شاورت عقلي وهدخل معاك، بس عايز اقعد مع صاحبك ده افهم منه الحدوته كويس، في شويه معلومات واقعه مني عايز افهمها منه. حلو قوي، هو المفروض جاي يقابلني النهارده، قابله انت كمان معايا. بقول لك ايه، انا صاحي من بدري وتعبان جدا، هطلع اريح ولما اجي تبقى ناديني. حبيب قلبي. كمل القهوه. ازيك يا كابتن؟ ايه الدنيا عامله ايه؟ يا عم روق بقى، كل حاجه هتتحل. طيب بقول لك يا ابو الكباتن، عايزك تعدي عليا شويه، ممكن ولا وراك حاجه؟ طب يلا مستنيك. سلام. جاهز يا حصول؟ جاهز يا ريس. اتفقت مع سيد؟ اتفقت معاه يا ريس، وهنعدي عليه في الغردقه ناخده. العربيه جايه دلوقتي. مش عايز فلوس؟
لا العهده زي ما هي بخيرها يا باشا، بس انا كنت عايز افكرك بالميعاد بتاع بكره. الناس اللي جايه، المستر اللي جاي اسمه ارني ليمون. ارني ليمون. ايوه ايوه، وانا اتفقت مع الاوتيل اول ما يجوا يوصلوهم بسعادتك. طيب تمام، شد حيلك انت وما تطولش هناك، واهم حاجه الصور، وسيد لازم يبقى عارف هيجيبه ازاي وقت ما يعوزه. تمام سعادتك. العربيه جت اهي، تؤمر باي حاجه سعادتك؟ يلا مع الف سلامه، خلي بالك من نفسك. شلها يا سيدي الفرغه. اهلا وسهلا يا فندم. يا فندم يوسف فريد من اف جي سي ايجنت. معلش ما عنديش وقت اسمع البروموشن بتاعك مره ثانيه. يا فندم يا فندم انا مش جاي اقدم بروموشن، ممكن حضرتك تصبر عليا لحظه ونقعد نتكلم في هدوء؟ اتفضل قول. احنا الوكيل التجاري للشيخ سالم العبيدي اللي نازل مارينا الغردقه النهارده وقاعد يومين. الشيخ سالم كان طالب ميعاد لزياره حضرتك والاسره. الشيخ سالم العبيدي ده من الكويت صح؟ بالظبط كده يا فندم. واكيد حضرتك عارف كمان ان مؤسسه العبيدي من المؤسسات الماليه الكبيره جدا. دي اساسا مؤسسه مالتي ناشونال. اكيد عارف طبعا. تشرب ايه؟ شكرا يا فندم. انا مستعجل جدا وورايا حاجات كتير لازم اعملها. فلو مناسب لسعادتك ميعاد بكره الساعه 12 الظهر ان شاء الله اسمح لي اثبته. طبعا يشرفنا. يعني اثبته. ثبته. بعد اذن حضرتك. شرفنا. ده مين ده؟ ده مندوب من عند الشيخ سالم العبيدي. الشيخ سالم العبيدي ده معرفة مرحوم بابا صح؟ دول مش بس معرفة، دول كانوا صحاب قوي قوي. تعرفي كويس؟ عمري ما قابلته، لأن الكام مرة اللي نزل فيهم مصر كان بيقعد كام ساعة ويسافر، بس بابا كان بيقعد عنده بالأسابيع في الكويت وبيروت. والمندوب ده كان عايز إيه؟ مفيش، الشيخ سالم جاي النهاردة للمارينا، فأخدت ميعاد مع المندوب بتاعه عشان هو كان عايز يزورنا، إن إحنا يجي لنا بكرة الساعة 12، تمام معاك كده؟ تمام قوي. والله فيه الخير انه لسه فاكرنا. بعد اذنك ماما. طيب يا حبيبي. صباح الخير. صباح الخير. نبيل لسه مكلمني بيسالني عن المسلسل، اي لو عايزين نعمله لرمضان المفروض نبتدي من دلوقتي والا مش هنلحق. ما انت كنت قاعده معانا في الاجتماع وسمعت اللي اتفقنا عليه. بس انتوا كل كلامكم امبارح كان عن المحطه والتجهيزات، ما حدش فيكم جاب سيره لا دراما ولا انتاج. وهو ينفع نتكلم هننتج انهي مسلسلات قبل ما المحطه تشتغل وتبقى موجوده؟ طب وليه لا؟ ما دام انت كده كده هتعمل محطه تلفزيون، انت ممكن تشتري مسلسل من دلوقتي والناس تبتدي تشتغل وتجهز. اللي يمنع الاولويات. الاولويات دلوقتي للتمويل، وانا هم الاولاني دلوقتي ان المحطه تقف، بعد كده بقى يجي انتاج المسلسلات في المرتبه الثانيه. وانت بنفسك سمعت امبارح ان احنا عندنا مشكله في لم الفلوس اللي احنا محتاجينها. لا انا مش فاهمه حاجه من الكلام ده، يعني انت هترجع في كلامك بخصوص المسلسل؟ انا ما قلتش كده يا ستي، ومش هرجع في كلامي. المسلسل هنعمله هنعمله، بس خطوه خطوه. بس احنا برضو ما ينفعش نتاخر عشان في موسم الشغل كله بيتظبط عليه. خلاص قولي للاستاذ نبيل يشوف اي محطه من المحطات اللي موجوده ويبيع لها المسلسل، واحنا اول ما نشتغل اوعدك ان هيبقى المسلسل بتاعكم اول مسلسل هنشتريه، وده وعد. وعد ايه؟ ما انا قايله لك من الاول عشان اخد بطوله في مسلسل جامد لازم يكون من انتاجي. وانا قايل لك من الاول اعملي اللي انت عايزاه بس ابعدي عن محفظتي. يعني انت كل ده كنت بتعشمني وبتطمعني وفي الاخر نائبي هيطلع على شومه مفيش حاجه من الكلام ده هتتعمل؟ ايه اعشمك واطمعك والالفاظ اللي انت بتقوليها؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ كلام فارغ؟ بقى شغلي ومستقبلي بالنسبه لك كلام فارغ؟ اوعي تعلي حسك عليا وانت بتكلميني. حقك عليا، جرحتك بصوتي العالي، انما انا وشغلي ومستقبلي نروح في 60 داهيه مش فارقه معاك، مش كفايه القرف اللي شايفاه في عيشتي معاك. لو العيشه هنا مش عاجباكي خلاص ما تضغطيش على نفسك، لكن اوعي تعلي حسك عليا لان هتصرف معاكي تصرف هيجرحك. اوعي وشي في التانية.
الو انت فين؟ مش هشوفك؟ عندي مشوارين صغيرين هخلصهم واكلمك نتقابل. طب انت كويسة؟ طيب هخلص واكلمك على طول. مع السلامة. ايه يا ابو الكبات؟ تعمل ايه عندك ما تيجي؟ يعني انت مصدق الكلام ده؟ تصدق ان انا ممكن اذي بنت رنا؟ ده هي دي اللي بتاعت بقى من الدنيا. يا سيدي ما حدش قال لك انك انت هتاذي بنتك، احنا كل اللي بنقوله ما ينفعش تقول لبنتك كلام يلخبطها ويرعبها من عينه انهم متهمينك بالقتل. طب بالذمه تسمع مني الكلام ده ولا حد تاني يحكوا لها؟ لا تسمع منك طبعا، ده لما يكون في اصلا حاجه تتحكي. حد كان اتهمك بالقتل؟ ودوك نيابه ودوك محكمه؟ شويه تحريات وخلاص. ده حتى انت ما ينفعش تبقى مكبر الموضوع مع نفسك. انا مش مكبر الموضوع ولا اي حاجه. هي شروت كده. الله طلعني متخلف وصغير وما اعرفش الصح من الغلط. بصراحه بقى هو ده الكلام المهم. لما انت عارف ان انا شايفك صغير تعالى بيها ليه؟ موضوع رنا بقى تشوفها ازاي؟ تشوفها امتى؟ ده كلام فارغ. يتحل باذن الله لما تتحل الاول المشكله الكبيره. انا مش عارف اقول لك ايه. ولا عارف حتى اعمل ايه في نفسي. انا من ساعه ما بدا موضوع رنا ده وانا كاره نفسي ان انا لسه متعلق بيها. عظيم. اهي دي بقى بدايه ممتازه. نشتغل عليها وشويه شويه هتتحل الحكايه خالص. اول حاجه تعملها انك لما تشوفها تدور وشك الناحيه الثانيه. تشوفها تدور وشك. سهله دي. بعد كده شويه شويه لما تشوفها هتبقى كانها اي واحد تاني في الشارع. طب وانا هعمل كده ازاي يعني؟ ما انا ما قلتش هنعمل كده مره واحده، انا بقول شويه شويه وبالتدريج. بص انا كده كده ناوي اعلمك شويه تمارين للتحكم في التوتر والغضب. تمارين ايه يعني؟ يعني عدي عليا انت بس بكره بعد الظهر وانا هوريك. المهم دلوقتي عاوزك تبطل خالص تلمح لشروات انك عاوزكم ترجعوا لبعض. ما تبعتش اي مراسيل مع رنا. خرج رنا خالص من وسطكم. ممكن من ناحيه ما تقلقش، انا خلاص مش هغلط الغلطه دي تاني، بس ما وعدكش ان انا بطل اتعلق بيها رغم ان انا كاره نفسي بسببها. شوف انا بقول ايه وهو بيقول ايه يا سيدي. انا ما قلتلكش بطل تتعلق بيها، انا بقول لك بطل توريها انك متعلق بيها. انت فاهم الفرق؟ فاهم. طيب قوم بقى علشان اروح لها، علشان انا متفق معاها انك تاخد رنا وتخرج معاها لوحدكم. بجد؟ طيب يلا. ايوه يا متر، انا خلاص حجزت لك اوضه في الاوتيل، الناس جايين بكره، المهم تجيب معاك الورق وكل العقود وانت جاي. يلا سلام. فصلتني. انا اسف والله ما خدت بالي. وبتتاسف ليه؟ من امتى اصلا وانت بتاخد بالك؟ يا فتاحه يا عليمه، رزاق يا كريم، كملي تمريناتك يا ألفت. انت عارف انا ما بقتش مستحمله طريقتك، وفي الحقيقه انا مش عارفه اصلا انت مستحمل نفسك ازاي. انت عايزه مني ايه؟ انا عايز افهم. انت عايزه تقولي شكلي ماشي يا ألفت. انا بقى كمان النهارده بالذات عايز اجر شكلك عشان شكلك كده مش عاجبني اليومين دول. طب تصور بقى ان انا مش هرد عليك. لا انا عايزك ترد عليا. طب عملت اللي قلت لك عليه؟ رجعت نفسك في اللي انت عملته مع المرحومه والدتك؟ انا عايز افهم ايه حكايه المرحومه والدتي اللي هف على دماغك اليومين دول. فكر شويه يمكن تعرف من نفسك. اعرف ايه وافكر ايه؟ تكونيش عامله لي كمين وانا مش واخد بالي. الله يرحمك يا طنط مديحه، في ناس كده ما بتقدرش المعروف اللي بتعمل فيهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا أسامة، لو بقيت ناوي تاخد بالك من كلامك وما تفتحش معاه حكاية الموضوع ده تاني، أنا ما عنديش مشكلة. رنا بنتك، خدها في أي وقت واخرج معاه. أنا اللي نفسي فيها شروات إنك تبتدي تفكري فيها بشكل تاني، فكري فيها بشكل تاني يا شروات. آسف يا فاضل بيه. حاضر يا أسامة. هفكر. اطمني يا مدام شروات. كابتن أسامة مش ناوي يقلق رنا تاني خالص بالكلام ده. اللي حصل المرة اللي فاتت كان بسبب التوتر اللي كلنا عشناه عقب وفاة الدكتور عمر الله يرحمه ويحسن إليه. الكلام ده مش هيتكرر والموضوع ده على ضمانتي، مش كده ولا إيه يا كابتن أسامة؟ كده يا فاضل بيه، كده. ممكن بقى تنادي لي رنا عشان ناخدها واخد شوية؟ رنا تعالي يا حبيبتي. تعالي يلا بسرعة عشان هتخرجي مع بابي. حبيبة مامي، ماي كوين. أهلا 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 أهلا.
ميس ايجيبت 2020 رنا اسامه. شفت زي القمر ازاي؟ ربنا يحميها. اسامه رنا معاها الجاكيت بتاعها، لو الجو بره تلبسه لها، مش عايزاها ترجع عندها دور برد. يعني هو انا اللي هعييها يعني؟ عن اذنكم. اتفضل. باي باي. رنا. باي مامي. باي. قمرة. طيب استاذن انا يعني؟ ما تخليك شويه فاضل بيه. كريم قال لي ان انتوا اتفقتوا ان انتوا عايزيني ارتب معاكم موضوع المحطه. يعني كنت عايزه اتكلم معاك اعرف تفاصيل اكتر. اوي اوي. كريم ممكن نتكلم شويه مع بعض؟ لو عايز ممكن نخرج نتغدى في اي حته. خليها بعدين عشان ورايا شغل. بالليل ممكن نتكلم لو عايز. اوكي؟ يعني شتاينبرجر قال ايه في الموضوع ده؟ وحضرتك طبعا ادرى مني. قال انه تقاس قوه المؤسسه الاعلاميه بمدى قدرتها على التماسك والمواصله. اهلا نورنا. أهلا استاذ كريم. اهلا اهلا وسهلا. شكرا خيرك. بس حاجه يلا باي. باي. مع السلامه. باي. على فكره انا سبت اسامه ياخد رنا ويخرجوا علشان انت قلت لي على ضمانتك. يا مدام شربات اطمني خالص، اسامه خلاص فهم غلطه ومش هيكرره تاني. لما نشوف. بس انا عارفه اسامه كويس، حاله صغير جدا عشان كده ما بثقش فيه ابدا انه هيتصرف صح. بص يا مدام شروات، برضو لو سمحت ممكن بلاش مدام دي، تحس كده ان انا ست كبيره. قول لي كده شروات على طول بعد اذنك يعني يا فاضل بيه. يا سلام، هو انت يعني اللي هتبقي شروات حاف وانا اللي هفضله معلق لي البهويه كده ولا ايه؟ لا انت حاجه تانية خالص. طيب شوفي بقى شروات. ايوه شروات كده احسن فعلا صح. بصي بقى انا عاوزك تغيري اسلوب تعاملك مع اسامه خالص، لان طول ما انت بتتعاملي معاه على ان عقله صغير طول ما هيتعامل معاكي بمعيله. لو عاوزاه يتغير يبقى انت كمان لازم تتغيري معاه. اسامه لو كان عايز يتغير كان اتغير من زمان. انت لو شفت صورنا اول ما تعرفنا على بعض هتفهم انا قصدي ايه. استنى انا معايا صحيح الايباد. استنى بس ما بقعدش من غيره ده بعد الاحداث طبعا الاخيره. نعم دي صور رحله تركيا. طب ايه رحله تركيا ولا حاجه سر؟ لا خالص مش سر. ده انت صغيره. ايه صغيره؟ طول عمري صغيره في ايه؟ قصدي يعني ايوه ده ايه ده؟ جامعه ده؟ شايف البنت اللي على اليمين؟ انت فين؟ في دي. ايوه دي ريهام شكري، تعرفها؟ ريهام؟ ميس ايجيبت اخدتها قبل كده. زي القمر البنت دي ما شاء الله. ودي بقى صور حفلة التخرج. استنى استنى انا كنت بوريك انت ايه؟ وريني. انا واسامة. انا واسامة واسامة. اهي. بص كويس واتفرج على الصور. شوف شكلي وشوف شكل اسامة. انت فاهم انا قصدي ايه؟ فاهم يا شباب تقصد ايه؟ فاهم كويس قوي. الحاجات اللي كانت بتعجبك في اسامة ما بقتش موجودة. ان انت اصلا فكرتك عن الرجوله اتغيرت بعد ما نضجتي، ده مفهوم بالنسبه لي كويس قوي. انما اللي مش واضح بقى ومحتاج تفسير الحقيقه، انت ازاي بعد ما كبرتي حلوتي كده؟ لان شكلك وانت صغيره بصراحه كان بعافيه. ايه ايه بايه بعافيه؟ ده انت اللي بعافيه. انا هوريك، ده انا كنت احلى واحده في اصحابي. لا والله فيه. طبعا هتشوف. ملجا 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 اسبانيا. طبعا عظيم. ايه اهي ده امتى بقى؟ بص بقى شكلي شفت. دي رحله كانت حلوه قوي، كنا طالعين شله البنات بس عملنا فيها شويه عمايل. واضح انها كانت رحله جامده قوي. كانت ايام وخلصت خلاص. بس اللي خلص ممكن يرجع تاني؟ ما اظنش. صعب. أنا بقيت حاسة إن أنا متكلبشة في مكاني، زي ما أكون مستنية حاجة تحصل وما بتحصلش، حاسة إني مشلولة. وإيه بقى كفل الشر اللي محسسك بالشلل ده؟ عارف، تعرف قصة الأميرة النائمة؟ يا حبيبتي. اسكت. أنا هحكيها لك. الأميرة النائمة دي ساحرة شريرة حكمت عليها إنها تفضل طول عمرها نايمة. لغايه ما جت ساحره طيبه ولقيت لها الحل. ايه بقى؟
ان حد يبوسها بس يكون بيحبها حب حقيقي. انا بقى الاميره النائمه، وفعلا الساحره الشريره حكمت عليا ان انا افضل متكلبشه في مكاني، بس لغايه دلوقتي مش لاقيه الساحره الطيبه اللي هتفك لي العمل اللي انا فيه. ما تعرفش تلاقيلي ساحره طيبه؟ يعني بما انك يعني راجل خير، تساعد الناس، تعمل اعمال، تطلع عفاريت. ساحره طيبه، ساحره طيبه. للاسف. بس انا اعرف ساحر شرير ينفع. ايه يا عمرو؟ ايه عملت ايه؟ اللي امرت بيه يا باشا. انا سالت عنه اكتر من حد وشكله نظيف، هو بس عنده شويه عك في البيزنس بتاعه بتاع السينما. ايوه عك، يعني عك من نوع ايه؟ يعني واكل فلوس على حد، ناصب على ناس، حاجات زي دي. بس هو ملوش في تجاره المخدرات ولا الدعاره ولا اي شغل وسخ. اه طب اسمعني بقى كويس قوي، انت هتروح له وهتقدم نفسك ظابط مباحث عادي يعني، وهتقول له ان انت جاي لك اخباريه مننا، فاهم ولا مش؟ اوعى تقول له ان انا حماك. تمام، بس اخباريه ايه؟ لما اكتشفنا موت الدكتور عمر جالي هو وقال لي ان عنده معلومات مهمه قوي قوي تنفعنا في الحادثه دي، بس بعد كده قطع الخنز ما قالش اي حاجه. عاوزك تروح له كده وتدهلبه، عاوز اعرف كويس قوي ايه اللي هو كان عاوز يقوله لي، فاهم؟ وسعادتك مش عايزني اعمل ده بشكل رسمي؟ يا عم رسمي مين؟ الله، انت برضه هتروح تبلغ؟ اول ما تخش عليه هو هيحس ان انت داخل له رسمي، هتتكلم معاه. يا عم ان عصلك معاك لمح له انت كده بس فاضل ابو الروس وبتاع، شوف تاثيرها ايه. ها؟ عاوزك تعمل اللي بقوله لك ده وتبلغني. مع السلامة. مع السلامة. ايه يا حاج؟ مالك؟ بتبص لي كده ليه؟ نفسي اعرف انت بتحرب على ايه وناوي على ايه من الاخر. صراحة يا حاجة القضية دي حسستني كده ان انا شباب، رجعت قد 40 سنة ورا. شباب في الشغل يعني. صباح الخير. اهلا يا باشا، صباح الفل، اتفضل. قفل البورصة تاني النهاردة، جات لك على الطبطاب دي يعني. احسن حاجة عملوها الحمد لله، هي كانت خربانة خربانة، اتصلك مش واخد بالك. انا البورصة دي كنت خلاص شلتها من دماغي، انا كنت خايف يفتحوها بس فجأة في الدنيا تقع لسابع ارض وما نلحقش نلم حالنا في بقية شغلنا. انما الفلوس اللي انا حاططها فيها دي خلاص بقى، الله يرحمها. الله يرحمها ليه بس يا عم؟ هيطلع منها لقمة عيش حلوة برضه. يا حبيبي انت مش واخد بالك، احنا كان علينا اتاوة. انا كنت واخد شيء وشويات في اسهم حديد عز دي، تفتكر الاسهم بعد اللي حصل هتسوى كام؟ ولا حاجة. شوية ورق نبل ونشرب محيط. يا سيدي خسرنا الحديد، هنكسب الذهب. ان شاء الله تولع. الله. انت ايه يا عم مالك؟ في ايه مالك مش على بعضك ليه؟ وفي حاجة مع المدام ولا ايه؟ اسكت يا فاضل يا اخويا، المدام دي خلاص هتجنني. بقى لها كام يوم نازل عليها وسواس اسمه المرحومه والدتي، عماله تترحم عليها وتدعي لها بقى لها كام يوم لما خلاص دوشتني. الله، طب وانت زعلان ليه ما دام بتفتكرها بالخير؟ لا خير ولا شر، ده عايزاني اقعد اترحم عليها انا كمان واخليها تقعد تسامحني على الغلطات اللي انا عملتها معاها السنين اللي فاتت دي. انا ناقص يا عم، مش كفايه عليها الثوره. المدام دي بصراحه، بس بقول لك ايه، انت لازم تسايسها اليومين دول، احنا مش عايزينها تعصلك في الانضه بتاعت الورقه بتاع شركه الانترناشونال. لا من الناحيه دي اطمن يا اخويا، ده الموضوع ده واكل معاها من ساعة ما انت كلمتها فيه، هتمضي هتمضي. تمام. طب يلا بقى نخش في المهمة عشان عندي ميعاد بعد كده. صباح الخير. ايه يا عم ناموسيتك وحدي؟ تعالى انزل بقى، فاضل بيه منور اهو. يا اهلا وسهلا، ثواني ونازل. ايه انت دخلت شريف معاك في الشغل ولا ايه؟ بيني وبينك شريف بقى معايا في كل حاجة من زمان. أنا كمان كنت قايله على موضوع المناجم دي، بس بصراحة هو كان قلقان عشان الريسك. قلت يجي يسمع منك بنفسه. أهلا أهلا أهلا، أهلا فاضل بيه. أهلا. صباح الفل. أهلا شريف باشا. اتفضل. انا قلت لفاضل بيه ان احنا شركه في كل حاجه وانك عايز تطمن منه على الشغلانه. بس انت شريف بيه يعني عمر اسمك ما ظهر في الشغل بتاع معتز. ما ده اللي بيسموه شريك موسي، اسمي ما بيظهرش وماليش دعوه بالاداره. تقدر تقول يعني الراجل بتاع السياسه بيخلص لي كل حاجه مع معارفه، محافظين، وزراء. اه ده بقى اللي بيسموه زواج المال والسياسه. لو انت الصادق ده اللي بيسموه اللي تغلبه العبه. اه على بلاطه. تمام.